مستمرين مع يونيتي موتور كومباني باوتو فوكس وطيرازات الام جي الرائعه اللي عم نتعرف عليها هالاسبوع ومع مستر بشار اسامني. اكيد هاي بشار، كيفك جورج؟ سياره حلوه كثير معنا اليوم، رح ندور عليها مثل العاده، بس دائما بنقول عم نحكي يونيتي موتور كومباني ممبر اوف اسامني جروب اوف كومبانيز، عريقه جدا بدومين السيارات بلبنان. صح. وتاريخ صغير هيك مثل ريكاب صغير عن تاريخ ام جي متعرف عليه بدايه معك. اكيد جورج، ام جي هي شركه انجليزيه تاسست بسنه 1924. بلشوا بسياراتهم السبور من بعضها الكلاسيكيه، وكثير اشتركوا برياضه سباق السيارات وربحوا عبر الزمن. عندهم اكثر من 90 سنه خبره بهذا المجال. بسنه 2007 اجت شركه سايك اللي هي شانغهاي اوتوموبايل اندستري كوربوريشن، اشترت اسهم الام جي مثل ما اشترت اودي، فولكسفاجن وجنرال موتورز، مثل ما تاتا الشركه الهنديه اشترت اسهم جاكوار ورينج روفر، وصارت عم تعملهم عربيات. بيرفكت. كان تاريخ مهم ل لام جي من زمان لليوم، وكمان بالسبور غير انه سيارات رياضيه وشركه بسباقات رياضيه، بالفوتبول هي سبونسر لفريق ليفربول العريق بطل اوروبا. مزبوط، هن الابطال هلا بالدوري الانجليزي، كمان رح يربحوا قريبا ان شاء الله البطوله. صح. اذا بدك تحكي شويه ارقام عن سايك جورج، هن عندهم تيرن اوفر 128 مليار دولار سنويا، بصنعوا اكثر من 7.5 مليون عربيه بالسنه، كمان من السوق الصيني ككل اللي هو 28 مليون عربيه، يعني عندهم ماركت شير كثير كبيره، اكثر من ربع السوق. واللي بيميز ام جي هالسنه جورج عن غيرها هي انه وكلائها بلبنان يونيتي موتور كومباني اللي تابعين لراسامني جروب، المعروفين بالافتر سيل سيرفيسز تبعهم، هي الاطول اليوم. صح، اللي هن اطول كفاله، اطول كفاله اللي هي 6 سنين او 200 الف كيلومتر. عندنا 24 على 24 رود سايد اسيستنس للامرجنسي، وعندنا الموبايل جراج او الهوم سيرفيس تبعنا بيطلعوا لعندك على البيت بيعملوا لك كل شيء خاصه بالكويك سيرفيس وغيار الزيت. زد اس اليوم عنوان حلقه اوتو فوكس، الكروس اوفر الحلو بلون مميز جدا، كمان معطيه كل الديتيل ظاهرين، يعني الكروم على الناحيه الاماميه، الجريل العريض، ودائما هذا عم نشوفه من ام جي، الوايت جريل من قدام مع الكروم جارنش، عم نشوف الفرونت ديفيوزر، حتى كمان فيه جراوند كليرنس جيده جدا. واذا بتلاحظ جورج، داير من دار العربيه كله سايد جاردز، لانه هو يعتبر سي يو في كروس اوفر يوتيليتي فيكل، استعمال سبوربن مدينه بتطلع فيه شوي على الجبل، حتى ادائه ممتاز جدا. تنتد الوي ويلز كمان بالبلاك، بانو بلاك حلو كثير، هالكونتراست بين لون السياره ولون الالوي ويلز اللي عليها، حتى مع سقفها مزبوط. هذا التو تون باكج تبعنا، عم نعمل تو تون بلاك الوي ويلز مع بلاك ميررز وبلاك روف، بيعطيها طابع سبور لوك فعلا كثير حلو. والناحيه الخلفيه كمان عم نشوفها ديزاين المصابيح الخلفيه كثير عصري وحلو مع شعار الام جي بتوسط السياره. تبيع حديثنا معك بشار، ننتقل للداخل، في اوبشنز مهمه اكيد لازم ندور عليها داخل هالزد اس الحلو من ام جي. تعالنا داخل الزد اس، كمان هيد روم ممتاز، ممتاز عليك روم كمان، عم تشوف كمان المقاعد الخلفيه، ثلاث اشخاص مرتاحين بيقعدوا فيها للسياره، الكروس اوفر الحلو، والناحيه الاماميه كمان بنحس بقعده مريحه جدا مع شوندو فيزيون عريض على الجوانب ومن الناحيه الاماميه. لاحظ جورج، هذا الشيء دائما عم نشوفه بالام جي، كمان بوز العربيه كثير بعيده عن الدرايفر وعن الباسنجر، هذا الشيء بيعطي في سبيس وسيفتي بين ازاز الامامي. مزبوط. وكمان مثل ما تعودنا عنا اور دي كات ستيرنج ويل، هذا بيعطي سهوله للباسنجر اذا عم بيطلع على العربيه او الدرايفر، مزبوط ما بدقه، بيعطي سيفتي اكثر. عنا اور تريب كمبيوتر مع تي بي ام اس تاير بريشر مونيتورنج سيستم، بفرجيك كل انفورميشن على العربيه. اور سمارت راديو اند بيانو بلاك MP3 auxiliary مع بلوتوث اوديو ستريم كمان. اكيد. حتى عنا الفيتاس طابع بالكروم مع جلد، عربيه فيها كومبارتمنت كثير حلو، مثل ما حضرتك ذكرت السبيس باللاج روم وبالهيد روم ممتازه جدا. كمان عنا سبيس غير تحت الراديو نحط اغراضنا، عنا كمان كاب هولدرز بين جاي الدرايفر والباسنجر، بوش تو ستارت ستوب بوتون، يعني عربيه فيها اليجنس ولوكجري بنفس الوقت. فعلا سياره كثير حلوه، عمليه كثير. رح نتابع حديثنا نحكي بيرفورمنس سيفتي قبل ما نوصل لسعر اليوم زد اس بالسوق اللبناني. طيب حديثنا مع بشار اكيد عن الزد اس من ام جي، صار وقت نحكي بيرفورمنس وسيفتي. اربع سيلاند السياره، محرك بعرف كثير سموث لها بالنسبه لحجمها ووزنها. جورج، الام جي زد اس موديل 2020 عم تجي اربع سيلاند 1.5 لتر، بتولد 120 حصان، 150 نيوتن متر هي قوت العزم، كمان هون عم بيكون عندنا اداء متوسط
كتير حلو وبنفس الوقت عربية بتوفر عليك أكيد بنزين. مصروف بنزين أكيد. ممتاز بالنسبة للمحرك اللي حكيت عنه. من ناحية السيفتي؟ من ناحية السيفتي العربية إكويب مع Dual Front Airbags, ABS, Traction Control, Electronic Stability Program, Traction Control وكل أنظمة السلامة موجودة فيها للزد أس. هلأ صار وقت نوصل للديل مع ما صارنا السيارة بكل جوانبها. نعرف أكيد شو سعرها اليوم بالسوق اللبناني للأم جي زد أس. صراحة أكيد نحكي عن سعر الام جي زد اس من بعد ما استعرضنا شكل خارجي الداخل, حكينا performance وسيفتي بشار. أول شيء طرق الدفع شيك, نحن عم نكون عم نقبل بانكرز شيك, حتى عم نقبل كاش لبناني كاش دولار, ما في عنا أي مشكل بهذا. شو سعر السيارة اليوم؟ سعر السيارة اليوم جورج الزد اس 2020 هي 18900 مسجلة خالصة, أكيد ما يشمل التفئة والتسجيل وخدمات ما بعد البيع اللي هن 6 سنين كفالة, 200000 كيلومتر وارنتي أو كفالة. عم نقدم عليها الموبايل جراج, الهوم سيرفيس, عنا 24/24 رود سايد أسيستنس, وعم نقدم هالشيء هالسنه شيء اسمه جارانتيد ريسيل فاليو. المستهلك بفوت لعنا عنده خبر بعد سنه سنتين ثلاثه او اربعه قد ايه ممكن عربيته تسوى لما يرجع يجيبها لعنا. تست درايف موجوده وقت اللي بده المستهلك بفوت على الصاله بيعمل تست درايف. نحن موجودين اوتوستراد الزلقه باتجاه بيروت على الاوتوستراد العام, وفيهم يعملوا لنا فولو على السوشيال ميديا بيج تبعنا انستغرام وفيسبوك ليعرفوا ابرز العروضات تبعولنا. شكرا لك بشار على وجودك معنا, بنلاقيك دائما بحلقات مقبله. بكره تابعونا مع حلقه جديده وسياره جديده مثل العاده مشاهدينا. الى اللقاء.